السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم عندي تحدي جديد، بس تحدي مال طعومه. عندي الطعم الاول هو فص مال ثوم، وانا مسوي عليه فيديو هذا ونجح عندي. بس اليوم راح اسوي تحدي بين الذره الطبيعيه اللي هي هاي، وعندي الذره الطايفه. هاي الذرة الطايفة هنا، والشبكة اللي سويت عليها فيديو قبل فترة. هاي الشبكة خلون هنا التعليفة، هم راح اشمرها بالماء. وعندي الدوج اليوم اللي هاي الطوافة اللي شفتكم اياها بذاك الفيديو السابق اللي سويت عليها فيديو شرح عليها. اليوم كلها انواع الطعام اليوم جايبها، بما انه نهاية موسم الخريف. هذا الطرف يصيحوا له طرف الموسم. فعندنا اول طعام اللي هو هذا الثوم، مثل ما قلت قسمته نصين بهذا الشكل، شفتوهم بهذا الشكل بس. والثوم ما راح اخلي وياه اي طعام او اي تعليفه، راح ابقيه وحده لانه ريحته طالعه، فما يحتاج له تخلي له تعليفه هاي. بس انت بقى تفكر كذا تخلي له تعليفه ولا. شوفوا مثل ما شايفين الجو شلونه، الجو كلش هواء وبارد، يعني لابس تيشيرت ولابس فوقه جاكيته. مع العلم الساعة حاليا الساعة 4 العصر، وهذا المكان راح اخليه عنوانه بالوصف اذا حابي تجوله. اللي عايش في ولاية ميشيغان اللي عايش هنا راح اخليه بالوصف هذا المكان. ساعدنا فيديو القصد الطعم الثاني، العفو الطعم الثاني اللي هو العلافة، عبارة عن شص هنا. وهاي الذرة تلبيس مثل ما شايفين. تقريبا راح اخلي فد خمسة بالشوص، خمسة واربعة كافيات كلش. هاي التعليفة اليوم طبعا ضفت لها فانيلا، المطعم مال فانيلا، بس ما خليته هواية، فشي بسيط. احنا عندنا الجو رسمي يتغير هواية، من تبرد من وقت لين ولايتنا باردة. اليوم جاي اشمر شوية بعيد لانه المي بارد والجو بارد، بحاول اوصل شوي لاعمق مكان. مثل ما قايل بالفيديوهات السابقة الماكينة لازم ترخى وتسحب خيط عندك يجي بهذا الشكل.
عاشتيدك عاشتيدك. لا ما مكلبة بس ما رضي تطلع هناك لان بعدها تطلع. ها ما خلصت الشوز خشت يوم ايه ليش مشان تفلت طبعا هاي سبعة خيوط كلها شوية الماكينة حتى تسحب خيط عندي لتا انك بد مرة تقطع تفلت. ضاع العوجة مال السنارة طبعا بينها سمكة كبيرة من سحبتها طلعت ما شاء الله بس شنو تسوى طبعا هاي نقطة ثانية للذرة الطبيعية هاي اكبر من هذيك الأول وحدة قصدي إذا هذيش تطلع أربعة تطلع فت خمسة وشوية هاي خمسة إلى ست كيلوات بس خربت لي السنارتين ثلاثة تقريبا أخذت هاي وياها شوف الخيط جرت وجرت هاي الثانية هذا الخيط وعندي هاي اللخة طلعناها هذيك الثالثة
دارت لعيونكم. بشوف السنارات ما شاء الله اليوم طالعاني ووعت بالصيف. ما شاء الله شقرة هاي. تطلع كيلو ونص الى ثلاثة هاي. يا بتفضلوا ويانا. هاي تكة تكة عراقية لحم غنم. اليماني وعد هذا عشانه. والف عافية. هاي 13 باون وهذيك طلعت 18 باون. عندنا اللخة بعدها بالمي. كل باون هو 450 غرام وانتو حسبوها بعد 13 و18. هاي ما تطلع هاي 10 باونات. يعني 10 باونات 4 كيلوات ونص هاي. وانا قلت عليه 3 كيلوات. فال 10 4 كيلوات ونص وهاي 13 باون كل باون 450 غرام وليش 18 باون بالنص. هذا الصيد اليوم كانوا اثنين بالذرة طبيعية ووحدة بالذرة طايفة. الثوم ما اشتغل عندنا اليوم. شفت الجو شلون كان كلش تعبان. هواء بارد. ومثل ما شفت اليوم صيد اليوم كان بالذرة طبيعية والذرة طايفة ثلاث سمشاية. كان يا اليوم وعد صياد وعد. والاوزان شفتوها وزنتها اليوم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس وضغط على زر اللايك. مع السلامة.